احكي لي اكتر على منصه ممكن، وجات لك الفكره اصلا ازاي؟ بصي انا قصتي شبه جدا جدا القصه اللي انت حكيتيها، يعني نفس القصه كده بالظبط. هي الفكره ان انا صيدلانيه اتخرجت وكنت شاطره وكنت كويسه جدا، وكنت يعني ممكن اشتغل في اي حاجه، بس ما كنتش بصراحه اورينتد قوي، كنتش عارفه طريقي يعني. فالعمر خدني شويه، وبعد كده اتجوزت وخلفت ولادي. لما خلفت ولادي برضو ما رضيتش اسيبهم، ان هم خصوصا ان انا كنت عايشه بره مصر، فما رضيتش بقى ان انا اسيبهم مع الجيران او الحضانات وهم في سن صغير قوي. خدني الوقت لغايه لما عدى بيا السن وبقيت 31 سنه. فعلا ساعتها انا كنت حاسه بقى بالوجع ده، اللي هو انا كنت شاطره والولاد بداوا يدخلوا بقى المدرسه، وطب اعمل ايه؟ طب ابتدي من فين؟ ده كانت الوجع اللي انا يعني حسيته فعلا يعني. وحسيت ان انا عندي طاقه وعندي وقت، وده مش هياثر على البيت ومش هياثر على الولاد، وكمان انا شاطره وكنت شاطره جدا. فحاسه ان انا طب هو انا يعني ليه خلاص اتحصرت في ان انا هستنى عندي وقت فاضي واستناهم يجوا من المدرسه، ليه انا في الحته دي؟ طب ما ايه الجديد؟ طب ايه اللي بيحصل؟ طب حاسه فعلا زي ما انت بتقولي، كان كل حد بقى على لينكد ان ادخل الاقي ما شاء الله يعني دفعتي كلهم ولا اصغر كبيره. طب انا ازاي يا جماعه يعني ابدا اعوض وبدات ساعتها في وقت ان انا طب اشتغل على نفسي اول حاجه. طب هو ايه اللي ناقصني؟ انا يعني كنت شاطره زي ما بقول كنت شاطره، ولكن بقيت اوت ديتد او بعيد جدا عن اللي بيحصل. طب يلا اشتغل على نفسي الاول، ابتدي من بدايتي دي ان انا اشتغل على نفسي، لغايه لما بقى اشتغلت على نفسي ووصلت ان انا كان عندي 41 سنه، وانا كنت بقيت بقى ريجنال بزنس ديفلوبمنت دايركتور في شركه، وبسافر وبشتغل وكانت ناس كتير بقى بتسالني يا عبير احنا عايزين نقدم على شغل برضو فوق ال 30، وكنت بحس بوجعهم، بس انا مش عارفه ابتدي لهم يعني ابتدي منين، اساعدهم ازاي وهما بيقولوا لي احنا ولادنا او ولاد اخواتي بيحضروا الايفنت الفلاني وبيتكلموا يعني عندهم الفرص دي، بس احنا مش عارفين نبتدي من فين. فساعتها حسيت طب ما انا يعني كانت فكره فعلا ممكن اللي هو نبتدي نساعد الناس، اعمل تاني اساعد. لو انا كنت قعدت اشتغل على نفسي جامد قوي قوي قوي، هم مش عارفين يبتدوا من فين، طب نعمل لهم حاجه تقول لهم الطريق بدايته ايه. بس تمام. طب انت معاكي شريكه معاكي في المنصه، انتوا اخترتوا بعض ازاي؟ يعني هي قصتها ايه؟ دي قصتك. قصتها هي ايه بقى عشان تلاقوا بعض وتتفقوا وتحسوا ان ده حلمكم انتوا الاثنين؟ رضوى العطار. رضوى العطار طبعا يعني كنت اتمنى ان هي تبقى موجوده النهارده، بس معلش حصلت لنا ظروف. بس رضوى قصتها العكس تماما بقى. رضوى طول الوقت كانت بتشتغل، هي اتخرجت خدت كورسات، اتعلمت يو اي يو اكس يعني حاجات في الديزاين او التصميم للمواقع الالكترونيه، وبدات تشتغل طول الوقت حتى وهي لما اتجوزت وخلفت، ويمكن كان حملها صعب جدا وابنها وهو صغير كانت عندها برضو ضغوط، فكانت العكس تماما، اللي هي شايفه ان هي كانت لازم علشان ما تخسرش الكارير بتاعها واللي هي وصلت وخبرتها والخبره اللي كونتها وعلاقاتها ان هي تفضل مكمله، لازم تفضل مستمر بالظبط، لغايه لما برضو وصلت ان هي بقت سي تي او، او ان هي يعني في منصب كبير ليه علاقه برضو بالتصميمات والمواقع الالكترونيه والبرمجه. تمام. بس لما يمكن هي ما كانش عندها الفكره، ولكن هي لما جيت قلت لها هي حست بنفس الوجع. هي حست احنا كده هنساعد، هي بصت الموضوع من ناحيه تانية، احنا كده هنساعد الستات ان انت مش لازم تفضلي جايه على نفسك طول الوقت. لو انت اخترتي في فتره انك اخترتي ولادك او اخترتي جوزك او اخترتي او اي ظروف حصلت لك، في مرحله انك ممكن ترجعي تاني. الحياه ما انتهتش، مش لازم، لان ده برضو بصراحه بيبقى يعني تكلفه نفسيه. أكيد. ان انت تفضلي شغاله ولادك صغيرين قوي ومحتاجينك قوي، ودايما بنبقى عندنا وجع ضمير بقى، وعندهم حضانه وتعبوا ولا مش عارفه اخد اجازه، اصل انا ما هو انت خلاص لو انت ملتزمه في شغل. فانت التزامك في الشغل ده معناه ان انت لازم تروحي في مواعيد معينه، لو عندك حاجه مهمه في اليوم ده وابنك او بنتك في الحضانه تعبانين، في وجع بيحصل. أيوة الام بتقعد تتقطع ما بيننا. أيوة. كده احساس بالذنب وانا سايباهم وانا كان المفروض ابقى معاهم وهم صغيرين بالظبط، حفله بقى النهارده مش عارفه ايه. ففي احيانا بيحصل ان ان هي بتيجي على نفسها كتير، فده برضو وجع تاني بالظبط. فاحنا كل هدفنا احنا الاثنين
ان احنا نقول للست انت ممكن تبداي في اي وقت. تمام. بنساعدك انك ممكن تبداي في اي وقت سواء كانت ظروفك ايه. يعني وظيفه الام دي وظيفه. تمام. وظيفه كبيره. فانت لو عايز تفضلي ام فتره وترجعي تاني تبقي موظفه وام احنا هنقدر نساعدك. بالظبط. تمام. بعد ما كانت فكره وبعد ما انتوا الاثنين امنتوا بالفكره ازاي اخذتوا الموضوع ده وحولتوه لمشروع؟ بصي الصراحه كانت في البدايات يعني احنا برضو احنا بادئين بقى لنا حاجه بسيطه يعني يمكن سنه وشهرين ولا حاجه. بصراحه كانت البدايه ان احنا اللي صدقوا الفكره دي كانت حاضنه اعمال تبع نهضه مصر وهي كانت يعني عندها برنامج لحضانات الاعمال مدعوم باكاديميه البحث العلمي. المرحله دي ساعدتنا جامد قوي ان الناس تثق فينا كمان. تمام. هم بصراحه كمان علمونا ازاي ان الفكره تتحول لمشروع وان الفكره تبقى سبورتد لان برضو انت لما بتيجي تقولي ايه انا هساعد ست هي الناس مش فاهمه لما تيجي تقولي بقى لا والله ده احنا ورانا جهات وفي ناس مصدقه لا خلاص بتبتدي الفكره تاخد وضع تاني تاخد وضع تاني بالظبط كده. فده اللي حصل. واول ما بدانا كنا بنتست السوق بقى طب يا جماعه احنا مصدقين ان في ناس محتاجه. تمام. واحنا شايفين الاحتياج ده طب نيجي نعمل اختبار كده الناس محتاجه ايه. لقينا اعداد مهوله بتقدم فوق ال 100,000 واحده قدموا فتره صغيره جدا يمكن سوري يمكن اقل من شهر ونص فوق ال 90,000 واحده ست دخلوا على المنصه. واحنا كنا لسه حتى مش جاهزين احنا بنعمل تست للسوق بس يعني في احتياج رهيب